لا أسمعك إطلاقا، لا أسمعك. لا ما وصلت بعدك. الفرق بين القرض والوديعة، من يجيب؟ نعم تفضل مازن. لا لا لم تصل بعد، لم تصل بعد، لم تصل بعد. نعم تفضل. ايه أنا الآن أردت أن أودع كتاب جوهر النظام للإمام السالمي رحمه الله عندك، وأردت أن أقرضك إياه، ما الفرق بين أن أقرضك إياه وبين أودعه عندك؟ أن أستفيد منه. ماذا تقصد أن أستفيد منه؟ أن تستعمله، أليس كذلك؟ وحينما أودعه عندك أمانة، هكذا. هذا الفرق بين القرض والوديعة. فهمتم؟ الوديعة هي أمانة لا يصح لك أن تستعملها، وإن استعملتها تحولت إلى قرض. والفرق النتيجة بين الوديعة والقرض أن القرض يجب ضمانه. أنا إن أقرضتك هذا الكتاب لأجل أن تستعمله قرض هكذا، أو أقرضتك مبلغا، حينما أعطيك 1000 ريال ليكون الأمر أوضح، حينما أعطيك 1000 ريال وديعة، وحينما أعطيك 1000 ريال قرضا. حينما أعطيك 1000 ريال وديعة قالوا يدك على هذه الوديعة يد أمانة، بمعنى أنت حفظتها في مكان وسعيت إلى أن تحفظ بكل قوتك، ولكن جاء لص وسرقها. على من الضمان؟ هل على المستودع ضمان؟ لا، لأنني أعطيتك إياها وديعة، وما على المحسنين من سبيل. طيب لكنني لو أقرضتك 1000 ريال اليوم، أقرضتك 1000 ريال يا فلان خذ هذه 1000 ريال، وأعطيتك إياها الليلة، بعد ساعات جاء شخص وسرقها، ما الفرق بين هاتين الحالتين؟ عندي 2000 ريال، يلا هذان الطالبان، الأول أعطيته 1000 ريال، قلت له عبد الوهاب أعطيته 1000 ريال، قلت له هذه وديعة يا عبد الوهاب، هذه وديعة أمانة عندك. عبد الوهاب يعني استفرغ جهده في الكبت وأغلق عليها بالمفاتيح إلى آخره، المهم أنه حفظها بكل قوته. والأستاذ عبد الرحمن جئته وقلت له هذه 1000 ريال قرض، ميزتم. عبد الوهاب جاءه لص في الليل بعد أن أغلق عليها الأبواب وإلى آخره وسرق 1000 ريال. طيب وعبد الرحمن أيضا بعد أن أعطيته 1000 ريال التي هي قرض جاءه لص وسرق 1000 ريال منه. أنا الآن لي 2000، 1000 عند هذا و 1000 عند هذا، لكنها عند هذا أمانة وعند هذا قرض، ما الذي يعني سيرجع لي من هذين 2000؟ نعم تفضل. عبد الوهاب ليس عليه شيء، عبد الرحمن يدفع لي 1000 عليه الضمان. فهمتم الفرق بين القرض والوديعة؟ إذن عبد الوهاب أخذ هذه 1000 على أنها وديعة أمانة وحفظها بكل قوته، لذلك لو سرقت منه فليس لي أن أطالبه بشيء، ما على المحسنين، هو محسن لا ينال منها شيء، ما جرمه مسكين يعني، أخذ 1000 ريال لأجل أن يحفظها وحفظها وسرقت منه، ما الذي تسبب؟ لا ليس عليه شيء. أما الذي أخذها لأجل أن يستعملها، أخذها وهو مقترض، فهذا لا، بمجرد عقد القرض وضامن لها. لذلك الحسابات الجارية لا أسميها وديعة، لماذا؟ لأن البنك يضمنها على كل الأحوال، لي أموالي، احترق البنك، أصابه ما أصابه، تهدم، لي أموالي، عليك أن تأتيني بها، سرق لم يسرق، اختلس لم يختلس، أنا غير مسؤول، لي أموالي، لأن هذا العقد عقد قرض. موجود في البنوك الآن إن كان قليلا، الوديعة موجودة، يسمونها الودائع أو الخزائن الحديدية. البنك تكون لديه خزينة معينة، وبعض البنوك تجعل لهذه الخزينة مفتاحين، ولا يمكن أن تفتح إلا بكليهما، أحد المفتاحين عندي والمفتاح الآخر عند البنك.
البنك لا يستطيع أن يتصرف بهذه الأموال إطلاقا وإنما يحفظها فقط. طيب لو قدر الله واحترق البنك واحترقت الخزينة وذهبت الأموال، هل يلزم البنك بضمانها؟ لا، لأنه لا يتصرف بها، فكيف يضمنها؟ أما في الحساب الجاري فيتصرف بها ويستغلها، إذن هو يضمنها. لذلك في الحساب الجاري نكيفه على أنه عقد قرض، وقولهم وديعة مصرفية هذا تجوز في اللفظ، وإلا فليست وديعة ولا تأخذ أي أحكام الوديعة لا عند الشرع جمهور الشرعيين ولا عند جمهور القانونيين، فكلهم يكيفونها على أنها عقد قرض هذا الحساب الجاري.